ناقشت هذا الموضوع أيضا. ينضم إلينا من لوس أنجلوس توفيق طعمة الكاتب والباحث السياسي. سيد توفيق أهلا بك معنا، العميل الخاص المسؤول عن مكتب ميامي للخدمة السرية في المؤتمر الصحفي بخصوص ما يبدو بأنه محاولة ثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. قال نحن نعيش في أوقات خطيرة، ما مستوى التهديد الفعلي الذي يتعرض له الرئيس السابق المرشح الجمهوري الحالي للرئاسية دونالد ترامب؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. يعني يأتي هذا العنف السياسي يأتي نتيجة الخطاب السياسي، نتيجة المنافسة الشديدة بين كاميلا هاريس وبين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح دونالد ترامب. الخطاب السياسي، التصعيد في نبرة الخطاب، وفيه الكثير من التحريض على البعض، وبالتالي هذا العنف السياسي يعني يولد عنف شعبي، يؤلف عنف في بين الأفراد وبين في المجتمع الأمريكي. الحقيقة الآن الديمقراطية الأمريكية الآن في خطر كبير إن فاز ترامب في الانتخابات القادمة، لأن ترامب هو من ذكى ويذكي العنف في المجتمع الأمريكي. الحملة الانتخابية، حملة الانتخابية هذه هي حقيقة غير تقليدية، يعني الشعب الأمريكي غير متعود على هذه نبرة الخطاب وعلى هذا العنف اللفظي الذي يستخدم من قبل المرشحين وبالتحديد من ترامب. يعني لاحظنا في الأربع سنين وقبل الأربع سنين في حملة الانتخابية قبل أن يفوز في الانتخابات في الفترة الرئاسية، لاحظنا أن هناك العنف في تصاعد غير مسبوق. وأيضا خلال الفترة الرئيس الأمريكي، خلال فترة ترامب الأربع سنين التي حكم بها، كانت هناك أيضا اعتداءات على الأقليات، ونحن العرب والمسلمين تعرضنا للكثير من الاعتداءات من قبل مناصرين لترامب، مناصرين وحتى المساجد، وتعرضت للكثير من الاعتداءات، منها من تم حرق للمساجد المسلمين وعلى المحجبات وعلى الطلاب في الجامعات. كل هذا حدث في فترة الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي نعم. هذا يعتبر نوع من العنف، وترامب هو من يذكي العنف. لكن وما حدث سيد طعمة لو سمحت لي، لكن من يتعرض لإطلاق النار هو دونالد ترامب، من يتعرض لمحاولات اغتيال متكررة مرتين في غضون شهرين هو دونالد ترامب. ألا يبرهن هذا على أن جمهور المعسكر السياسي الآخر هم المتطرفون أكثر؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك من المعسكر الآخر حقيقة الأمر، يعني هو يتحدث عن الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي في خطابه الانتخابي والخطابات السياسية لا، حقيقة لا يتسم بالعنف، لا يتسم بالأكاذيب، ولا يتسم يعني ما حدث في 1 يناير عندما فشل في الانتخابات ولم يفز فيها ترامب، ماذا حدث؟ قام أنصاره باقتحام الكونغرس الأمريكي، وأيضا قال لهم هو يفتخر فيهم، يفتخر في ما فعلوه، ويفتخر في ما قاموا به أنصاره، وأنه سيتم العفو عنهم في حالة فاز في الرئاسة أو أنه سيعفي عنهم. وبالتالي كل هذا يأتي نتيجة هذا الغليان الداخل الأمريكي، ومن يذكي هذه الظاهرة، ظاهرة العنف في الداخل الأمريكي. الشعب الأمريكي حقيقة الأمر هو في عنف يعني غير مسبوق هنا، نتيجة الأفلام والميديا وأيضا السلاح المتوفر بين في عدة ولايات كثيرة في الولايات المتحدة، ترخيص السلاح، أشخاص يستطيعون حمل السلاح، ويعني هذا أيضا يشجع كل شخص له ثأر مع ترامب أو مع أي شخص آخر أن يستخدم السلاح. وكل الناس غير في ناس غير منضبطين، الغالبية العظمى معظمهم منضبطين، معظمهم يعني يتحكمون في مشاعرهم ويتحكمون في أساليبهم، لكن في بعض الناس غير منضبطين، مثل ما حدث اليوم، شخص قد يكون هذا غير منضبط، قد يكون غير راضي عن سياسة ترامب مثلا، كما حدث أيضا في المحاولة الاغتيال الأولى اللي تم فيها قتل الجاني. عندما قتل الجاني لا يوجد تحقيق، لا أحد يعرف
يعني قتلوا الشخص وقتلوا القصة، قصة هذا الشخص وهو يهودي بالأصل، اللي قتل اللي محاولة الاغتيال الأولى هو يهودي أمريكي، لكن تم تغطية الأمور، قتل هذا الشخص ولا يوجد تحقيقات، ولا يوجد حتى الآن وزارة العدل الأمريكية لم تنشر تحقيقاتها في ذات في عملية الاغتيال الأولى، وبالتالي أيضا تتكرر هذه العملية الآن في هذه الفترة، علما أن هناك يعني المفروض كرئيس سابق ومرشح هذا الرجل يعني يجب أن يكون حماية وحراسة من الحرس السري الناشنال سيكريت سيرفيس، أن يكون هناك حماية، لكن الحماية يعني لا تكون بحجم ما رئيس الحالي، لكن الرئيس يعني ترامب هو غني وعنده يستطيع أن عنده شركات كثيرة جدا ممكن أن يستخدم ويؤجر شركات حماية لنفسه، وبالتالي إذن قد يكون هناك خرق أمني، قد يكون هناك فشل استخباراتي، فشل من الطرف المخابرات، يعني حتى يعني هو لم يقترب، هو كان على بعد 300 إلى 500 متر، وهذا مسافة يعني تحكي عن نصف كيلومتر، وأيضا تم تحييد هذا الشخص أو تم اعتقال هذا الشخص، أيضا هذا يعتبر إنجاز ونجاح في المخابرات الأمريكية أو الخدمة السرية، إنه لم يصل هذا الشخص لم يصل إلى على مقربة من الرئيس وأطلق ويطلق النار عليه، إذا يعتبر هذا إنه قد يكون هذا يعتبر نجاح وإنجاز للمخابرات السرية في إنها أبعدت هذا الشخص وتم اعتقاله، والإف بي آي الآن الآن طبعا تحقق وحتى تعرف من خلف هذا الشخص، ما هي الأطراف، هل تكون هناك جهات دولية جهات محلية، وهل يعني كان يخطط فعلا لاغتيال ترامب أم لا، لأنه هذا الأمر ما يزال غير مؤكد لغاية الآن، يجب أن نؤكد على هذه النقطة، لأنه يعني هذا الشخص المشتبه به المحتمل لم يبدأ بإطلاق النار باتجاه ترامب ليرد جهاز الخدمة السرية الذي يقوم بتأمين ترامب في ملعب الجولف بالاشتباك معه، وإنما مثل ما يقال على الأقل في موقع أكسيوس الأمريكي، عميل في جهاز الخدمة السرية كان مرافق لترامب، رأى ماسورة البندقية على السياج الموجود في خط الملكية وهو ملعب الجولف، فباشر بإطلاق النار على المشتبه به، رد المشتبه به بإطلاق النار ثم لاذ بالفرار، شهد عيان في الغابة التي كان يختبئ بها المشتبه به، رأى السيارة، التقط صورة على ما يبدو، ظهر في الصورة لوحة التراخيص، ومن ثم تم تتبع مكان السيارة وإلقاء القبض على هذا المشتبه به المحتمل، لكن لم يتم التأكد لغاية الآن على الأقل حتى يعلن رسميا ذلك أن ما جرى كان عملية مخطط لها لاغتيال ترامب، هل تتفق معي في ذلك؟ نعم أتفق معك، يعني إذا كانت القصة كما تفضلت حضرتك قبل قليل، إذا يعتبر إذا كان هذا الشخص قرب السياج، وقرب السياج هناك شارع، وهذا الشارع يعتبر عمومي لأي شخص، هذا مش بابليك، بنسميه بابليك ستريت، هذا لأي شخص يحق لأي شخص أن يكون يمشي يسوق سيارته في هذه المنطقة، إذا خارج السياج ليس لترامب مصلحة، ليس له أي حق في أي شخص يستطيع المشي على الأقدام أو السير في سيارة أو على بسكليت أو على أي دراجة نارية، يحق له ولا يحق للطرف الآخر. من المحتمل أن الشرطة شاهدت هذا الشخص يحمل بندقية، وفي ولاية فلوريدا تسمح للأشخاص بحمل السلاح، حمل السلاح إذا كنت تحمل بندقية M16 أو كلاشينكوف تستطيع حمله على الكتف عادي، بحيث أن يكون ظاهر للعيان، يعني بدك تحمل سلاح، القوانين الأمريكية في كثير من الولايات لا يحق لك أن تحط يعني أن تضعه تحت الجاكيت مثلا، الجاكيت يجب أن يكون ظاهر للناس، وبالتالي هذه القوانين، قد يكون هذا الشخص حامل هذا البندقية وظاهرة بشكل قانوني، هو اللي عمله قانوني حتى، لكن ما قيل لكن تحديدا من جهاز الخدمة السرية في المؤتمر الصحفي لوحظ أو شوهدت ماسورة البندقية على السياج على ما يبدو باتجاه ملعب الجولف، هذا ما أثار يعني العميل الخاص بجهاز الخدمة السرية الموجود في المكان الذي رأى ذلك، ومن ثم بدأ بإطلاق النار. إذا كان فعلا يعني إذا كان هذا صحيح ما تدعي المخابرات السرية أن كانت هناك بندقيته أو رأس البندقية على السياج، هذا يعني أن الشخص هو يريد
القيام باغتيال، يكون في عمل ما، يكون في ضرب أو يكون بإطلاق الرصاص بغض النظر سواء على الرئيس أو على غير الرئيس. إنما إذا كانت هذه القصة كما يتحدث فيها المخابرات الأمريكية، هذا يعتبر فعلا أنه لا يحمل فقط السلاح على كتفه، يعني طبعا بيحمله بخلال شغلة تانية تحمله، أو أنه مصوب في اتجاه معين ويريد إطلاق النار على هدف معين. هذا بحد ذاته بالتأكيد يعني أي رجل أمن بغض النظر في أي مكان له الحق الآن أن يوقف هذا الشخص، سواء بالمناداة أن يتكلم معه، أو إن لم يرد، أن لم يستجب لهذه النداءات، يحق له أن يطلق النار عليه في أماكن يعني لا تكون قاتلة، بإمكانه قتل ضربه في أماكن حتى إنه يتم استجواب هذا الشخص ومعرفة الأطراف وما الدوافع والهدف وماذا يريد من محاولة الاغتيال، ويكون هناك تحقيق. يعني لو فعلوا هذا الشيء مع الجاني الأول في محاولة الاغتيال الأولى، محاولة الاغتيال، لكان هناك فعلا يعني شيء ملموس من التحقيق، لكن تم قتل هذا الشخص ولا يعرفون. محتمل أن يعرفوا لكن ستأخذ وقتا طويلا. أما هذا الشخص اللي في محاولة هذه الاغتيال الآن، من السهل جدا معرفة قبض عليه.